يقول في الحديث الشيخ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله، ثم قال كلمة سواء، هل هما بدرجة واحدة في الإثم أم لا؟ نعم، وهل بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم هم سواء، هل يقال هل هم سواء؟ نعم، هم سواء في الإثم، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا مع المرابي على الإثم والعدوان، وكل من تعاون مع العاصي على معصيته فهو شريك له. نعم.